حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، والجنة لا دخول لها إلا بالإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إحصاؤها الذي يترتب عليه هذا الثواب العظيم يقوم على أمور ثلاثة: الأول حفظها، حفظ هذه الأسماء ومعرفتها اسما اسما في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه، والأمر الثاني فهم المعاني، فهم معاني هذه الأسماء، والأمر الثالث أن يحقق العبودية التي يقتضيها إيمان العبد بالاسم من أسماء الله جل وعلا. أما أن يكون معه ورقة فيها 99 اسما من أسماء الله ويقرأها قراءة مجردة دون فهم للمعاني ودون تحقيق للعبودية التي يقتضيها ذلك الاسم، لا يكون بذلك محققا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. ولنضرب مثلا يتضح به هذا الأمر. يحفظ العبد أن من أسماء الله تبارك وتعالى السميع، ويفهم ما دل عليه هذا الاسم من معنى، وهو ثبوت السمع صفة لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله وعظمته. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولما نزلت الآية الكريمة قد سمع الله، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فيؤمن العبد بذلك ثم يحقق العبودية التي يقتضيها هذا الاسم، وهي أمور كثيرة، من أعظمها صيانة العبد للسانه من أن يتكلم بكلام حرمه الله عليه ونهاه عنه، لأن كل كلام يتكلم به العبد رب العالمين الخالق لهذا الكون يسمعه جل وعلا. كذلك من العبودية أن يكثر من ذكر الله جل وعلا وتلاوة كلامه جل وعلا،